منع الناس المطر ذات مرة، ومنع المطر عنده أسباب، فذهب الناس يبحثوا. نحن في السودان مرات بنمشي للمشايخ بندفع القروش، يقروا ياسين، بتنزل الأمطار والمطر ذاته مرات بيدوها على حسب الطلب. عجبك عجبك ما عجبك أمشي أفتح لك بلاغ في الشرطة. في ناس بيدوا المطر على حسب الطلب، في ناس بيدوا المطر على حسب الطلب. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. حواشتين سوى الكلام ده صح ولا ما صح يا شيخ حامد؟ بس بيناتهم تجمد ولا ترس واحد، فيهطل المطر هنا لأنك دفعت البياض، وتحرم أنت وما بينهما إلا السرابة. قالوا له والله نحن جيناك ودائرين مطر، إلين فيك وهابي يقول لك ما تسأل الله، إلين فيك وهابي يقول لك ما تسأل الله، أهبي تسأل الله وغرضه ما بيديك مطر، أهبي تسأل الله وغرضه ما بيديك مطر. وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عنه.